أنا أوجه الكلام إلى كل فتاة سلكت طريق الحق وحملت رسالة الصدق، إلى كل مربية جاهدت بكلمتها وحافظت على قيمها وزكت نفسها، إلى كل أم ربت أبنائها على التقوى وأنشأتهم على السنة وحببت إليهم الفضيلة، إلى كل مهمومة حزينة، اسعدي أيتها الأخت وافرحي بقرب الفرج ورعاية الله وعظيم الأجر وتكفير السيئات. أيها الأخت الفاضلة، إذا عرفت الله عز وجل أكبر من أكبر مشكلة تعانيها، وإذا لم تعرف الله عز وجل كنت أصغر من أصغر مشكلة تعانيها، بين أن تكوني أكبر من أكبر مشكلة تعانيها وبين أن تكوني أصغر من أصغر مشكلة تعانيها المرأة. أناشد المرأة أن تسعد بدينها وأن تفرح بفضل الله عليها وأن تستبشر بما عندها من نعم، إن هذه النعم محيطة بنا من كل جانب ونحن في غفلة عنها. أناشد كل إنسانة مؤمنة أن تبتسم بسمة أمل، أمل لله، وأن تستشرف الفرج كإشراقة الفجر لكل من ضاق صدرها وكسر همها وزاد غمها. أناديها بانتظار الفرج وترقب اليسر بعد العسر، أخاطب عقلها الذكي وقلبها الطاهر وروحها الصافية لأقول لها: اصبري واحتسبي ولا تيأسي ولا تقنطي، تفاءلي فإن الله معك، والله حسبك، والله كافيك، والله حافظك ووليك. اطردي فلول الأحزان وأشباح الأوهام وكوابيس الخوف والقلق، نظفي ذاكرتك من ركام الأوهام وأكوام الوساوس، والتفتي إلى ربك وإلى منهجه وإلى عبادتك وإلى معرفته وإلى طاعته، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل من بعد عسر يسرا. ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه فتاة تخاف الله وتحبه، ولكن تنتظر الزوج المؤمن الذي يرعاها، الذي يحفظها، الذي يلبي حاجتها إلى ولد يقول لها: ماما، أتمنى عليك أيتها الأخت الكريمة أن تكوني مصلية، صائمة، قانتة، خاشعة، متحجبة، محتشمة، وقورة، رزينة، متعلمة، مطلعة، واعية، راشدة، وفية، أمينة، صادقة، متصدقة، صابرة، محتسبة، تائبة، منيبة، ذاكرة، شاكرة، داعية، واعية، تابعة لآسيا ومريم وخديجة، مربية للأبطال تصنع الرجال، راعية للقيم، حافظة للمثل، غيورة على المحارم، بعيدة عن المحرمات. ننتظر بسمتك الجميلة التي تبعث الحب وترسل المودة للآخرين، ننتظر كلمتك الطيبة التي تبني الصداقات الشرعية وتذهب الأحقاد، ننتظر صدقتك المتقبلة التي تسعدين بها مسكيناً وتفرحي فقيراً وتشبعي جائعاً، ننتظر جلسة مع القرآن الكريم تلاوة وتدبراً وعملاً وتوبة واستغفاراً، ننتظر منك كثرة الذكر والاستغفار وإدمان الدعاء وتصحيح التوبة، ننتظر تربية أبنائك على الدين وتعليمهم السنة وإرشادهم إلى ما ينفعهم، ننتظر الحشمة والحجاب الذي أمر الله به وهو طريق الصيانة والحفظ، ننتظر صحبة الخيرات ممن يخفن الله عز وجل ويحببن الدين ويحترمن القيم، ننتظر بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وكفالة الأيتام، ننتظر القراءة النافعة والمطالعة المفيدة مع الكتاب الممتع الراشد. نتمنى أيتها الأخت الفاضلة ألا تصرفي عمرك في التوافه من حب الانتقام ومجادلة لا خير فيها، نتمنى
ألا تقدم المال وجمعه على صحتك وسعادتك ونومك وراحتك. نتمنى ألا تتتبعي أخطاء الآخرين واغتيابهم ونسيان عيوب النفس. نتمنى ألا تنهمك في ملاذ النفس وإعطائها كل ما تطلب وتشتهي. نتمنى ألا تضيعي وقتك مع الفارغين وإنفاق الساعات في اللهو. نتمنى ألا تهمل الجسم والبيت من النظافة والروائح الزكية والنظام. نتمنى أن تتذكري مصيبة الناس فيما يعانون وأن الله قد عافاك من كل هذه المصائب. نتمنى ألا تنسي الآخرة والعمل لها والغفل عن تلك المشاهد. نتمنى ألا تهدر المال في المحرمات والإسراف في المباحات والتقصير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.